الدرس الثاني هو توماس اديسون، وده عالم اجنبي. وركز معايا، الكلمه هنا فيها مد بالالف، ما قلتش توماس، وفيها مد بالواو. هتلاقي حتى على الكلمات في الكتاب مش مشكل الكلمات. ليه؟ لان ده اسم اجنبي مترجم من اللغه الانجليزيه للغه العربيه، فلو قريتها بالعربي او اسقطت عليها قواعد العربي تقول كده توماس، توماس، مش حاسس انها كده، هو اسمه توماس، توماس اسم انجلش، لكن احنا كاتبين عايزين نكتب الاسم بالعربي، نكتبه بالطريقه دي. طب لما نيجي نقطع تو، التي مع الاو مع الواو، ما التي ايه؟ التاء مع الواو مقطع، والميم مع الالف مقطع، يا مستر بس هي ما فيهاش مد، هو دي كلمات الاجنبيه كده مترجمه، زي كلمه ساندي، بص كده. هل انا بقول ساندي؟ لا، ساندي، لكن فيها مد بالالف. فلما اجي اقطعها سان دي، السين والالف والنون سان، سان، ليه؟ لان النون هنا ساكنه. برضه قلت لك دي كلمه اجنبيه ما ينطبقش عليها القواعد، فبنحطها زي ما هي، سان دي، سان دي، سان سان سان، يبقى السين والالف والنون مقطع. بس انا ما ضغطتش الالف مد بالالف يا مستر، ما قلتش سان دي، لان الكلمه اصلا اجنبيه، فانت مترجمها من الاجنبيه للعربيه، هتطلع بالشكل ده. لكن هكتبها كده ساندي؟ لا طبعا، ده سندي، ساندي، يبقى السين والنون والالف مقطع. ليه؟ لان احنا قلنا سن، طب ما في الف في النص، ما هو مش باين في الكلمه لانها كلمه اجنبيه، طب احطه معاهم في المقطع. تمام، مهم جدا الكلمات اللي زي كده تاخد بالك منها، زي كلمه تو ما، تو ما، التاء والواو مقطع والميم والالف مقطع. ايه دي سون، توماس اديسون، وده عالم اجنبي اخترع المصباح. تعال اقول لكم الاول قصه توماس اديسون قبل ما نبدا في الدرس. توماس اديسون ده واحد طفل زي كل الاطفال، ربنا وعده بمدرس عديم القلب وعديم الرحمه عديم المسؤوليه، ما عندوش اي حاجه تقول ان هو مدرس. الولد من اول موقف كره المدرس، يعني ايه؟ احرجه في مره، قال له كلمه في مره فكره المدرس، فالولد كل ما يجي يقرا يقول له قوم اقرا، او المدرس تحداه، او المدرس بقى ايه عايز يستظرف، قوم اقرا، ما يعرفش يقرا، يجاوب يساله سؤال ما يعرفش يجاوب على السؤال، اكتب ما يعرفش يكتب، الولد خلاص تعقل. فكل يوم يقول له ايه؟ خليك في بيتك احسن يا حبيبي. انا فاكر مدرس اللغه العربيه كان دايما يقول لواحد عندنا كده، روح يا حبيبي ما اعرفش اقعد، اقف على ايه وبيع ايه، زي الناس السريحه يعني. والله كان بيقول كده، وفعلا الولد ده ما نجحش. يعني بيقابلني دلوقتي، يعني انا بالنسبه لي مش يعني في قمه الفشل بسبب مدرس. كان دايما يقول له انت جاي تعلم ليه في الفصل؟ روح ما اعرفش اعمل ايه، روح بيع ايه، روح بيع خضار، روح بيع سمك. نفس اللفظ، والولد فعلا هو دفعتي وبقابله كل فين وفين، مثلا مش حد نجح في حياته لانه ما كانش كويس في التعليم. طيب توماس اديسون ايه اللي حصل؟ المدرس بتاعه كل يوم يقول له، يساله يقول له يا ابني خليك في البيت، يا حبيبي وفر فلوسك، يا فيها معناه يعني، يا ابني قول لبابا ما تبعتنيش تاني، بابا كان متوفي، مامته، خليك في البيت وفر فلوسك، كل مره يقول كده يقول كده. فالمدرس زهق من توماس اديسون، وتوماس اديسون بيسمع كلامه ونفض ويروح المدرسه، عايز يتعلم. راح في يوم كاتب جواب لمين؟ لوالده توماس اديسون. الجواب فيما معناه اعادي ابنك عندك في البيت، ابنك لا يصلح للتعليم اطلاقا، وفري تعبك ومجهودك وفلوسك واقعديه في البيت. طبعا ده مش في الكتاب. وجاب نبذه بسيطه. الام فتحت الرساله، طبعا لا قالت لتوماس حاجه، وقالت تعالى خد يا منيل تعالى، المدرس بيقول عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه. هي اصلا عرفت من اسلوب المدرس ان هو ده مش مدرس، ده مش اب، ده مش، ما ينفعش يكون مدرس. اللي يقول كده اقعدي ابنك في البيت ووفري واعملي و و و وابنك مش نافع، كلمه مش نافع دي لوحدها مصيبه. خدت الجواب وحرقته، وبعدين ولا كانها سمعت حاجه. قالت لتوماس احنا مش هنروح المدرسه تاني، هنقعد في البيت تتعلم. وجابت الكتب وبدات تذاكر له هي الدروس بتاعته وتشرح له و و و و، وبدا يبحث بقى لحد اكتشف مهاراته. الولد كان الاول مدفون، بدا مامته تساله ويحب مامته، ما هي اصلا الطفل لازم يكون في علاقه بينه وبين المدرس، لازم يحبه، لازم يخاف على زعله، مش خايف منه، انا هعمل الواجب عشان المستر ما يزعلش منه، مش عشان انا خايف من المستر، المستر بعيد عنك، انا بيني وبينك اميال، احنا ما بنشوفش بعض خالص. فكون انت تلتزم بالواجب، انت عارف ان المستر هيزعل منك لو ما عملتش الواجب. تمام؟ فالولد بدا يحب ايه؟ الشرح من مامته.
لا حد بيقول له برافو كويس، حد بدا يسال يبحث ماما دي الايه ودي عشان ايه، طب لو عملنا كده ايه، بدا الولد يتحرك يبحث ويفكر ويسال لعند ما ربنا كرمه وتخرج وبقى توماس اديسون اللي هو مخترع المصباح الكهربائي ومخترع من اعظم الاختراعات في تاريخ البشريه. تخيل العالم كله كان عايش في ظلام وهو نور الدنيا ليهم. المهم بقى الجزء الثاني من القصه، الجزء الاول دور الام، الدور الاول الجزء الاول دور المدرس ان يكون رحيم ويكون اب قبل ما يكون مدرس. دور التام الجزء الاول ان الطفل كل الاطفال بلا استثناء مهيئين لان ينجحوا ويكونوا حاجه كويسه جدا جدا جدا، لكن نوفر للبيئه المناسبه، يقابل الشخص الصح، يقابل الانسان اللي يؤمن بقدراته، يقابل الشخص اللي يكتشف المهارات دي عنده. ده الجزء الاول، دور الام، دور المعلم، دور ان او قاعده عامه ان ربنا مش هيخلق طفل، حتى الطفل المتاخر دراسيا هو واللي عنده مشاكل بيتعلم، ان ربنا مش هيخلق حد ويقول له لا انت مالكش فرصه للتعلم، لا 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 اطلاقا. تمام. الجزء الثاني نتعلم منه الاصرار والمحاوله والعزيمه والاصرار والتعلم من الاخطاء لوصول الهدف، وان انا دايما احول الفشل بتاعي لنجاح، ان انا احول زي ما نقول الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره، خد الحجاره دي واقف عليها كده لعندي ما تعلى 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 وتبص للناس دي من فوق، الناس اللي كانت بتوقع فيك مش كل الناس. تمام. اقول لك قصه قبل ما اقول لك توماس اديسون. توماس اديسون قبل ما يخترع المصباح حاول 999 مره فاشله. انت متخيل ان واحد عنده الصبر ان يقعد 999 مره يعمل تجربه وتبوظ، يعمل تجربه وتبوظ، يعمل تجربه وتبوظ، يعمل تجربه وتبوظ، يعمل تجربه وتبوظ؟ لا ده هو فضل يعني خلاص قرب على الألف. كل مره يكتب في مذكراته ايه؟ يكتب كده وهذه طريقه اخرى. شوف بيحول فشله ازاي؟ اكتشفها او اخترعها توماس، بيكلم نفسه اديسون. مالها يا عم توماس؟ لا تصلح لعمل المصباح الكهربائي، بيقول لنفسه كده، انت كده اخترعت طريقه ما تنفعش، مش انت فشلت، لا ده انت عملت طريقه، اخترعت حاجه، الطريقه دي هكتبها في مذكراتي، ما حدش بعد كده يحاول، انت نفسك ما تحاولش. لعند المره الالف ربنا كرمه والمصباح نور معاه او اضاء معاه. في المره الالف ربنا كرمه واخترع المصباح الايه؟ واخترع المصباح الكهربائي. نتعلم ايه من قصه توماس اديسون دي؟ توماس اديسون ان هو من الاول خالص صنف من قبل مدرس ان هو مش نافع، مش هتعرف، لكن تحدى الظروف ومامته تحدى الظروف لعند ما وصلته خليته عالم العالم كله، لعند دلوقتي اسمه مخلد، لعند دلوقتي في كل الازمنه وكل العصور هيفضل يتقال على توماس اديسون هو توماس اديسون، هو مخترع المصباح الكهربائي. تمام. فمهم جدا جدا ان احنا نحول فشلنا الى ايه؟ الى نجاح. تمام. يبقى توماس اديسون نتعلم من قصته ايه؟ ان هو حول فشله الى نجاح. هنكتب القطعه كده او الدرس واللي كان توماس اديسون تلميذا ذكيا. يسأل ويبحث ويجرب، لم يكتشف أحد مهاراته ولكن اهتمت أمه
بتعليمه. فاستمر في الدراسة والبحث، فأصبح مخترعا. للمصباح الكهربائي. البث بيفصل من عندي بس يا جماعه، البث بيقف فعلا، بيجي هنا اشاره بس انا بفضل ساكت لما يشتغل تاني. انا عارف بيجي هنا علامه حمراء ان البث مش شغال، يعني الشرح مش واصلكم. اول ما بيعمل كده انا بقف بستنى لما يرجع تاني على الشاشه عندي، بروح شغال تاني. تاني يا جماعه البث بيقف بس انا بقف انا كمان في الشرح. ما تخافش، ما بقف ما بفتكش حاجه بالشرح، اكيد البث النت 5 دقايق دول مش مظبوط، هيرجع تاني يظبط باذن الله. تمام؟ طيب ده الدرس. بيقول لي كان توماس اديسون تلميذا ذكيا، يسال ويبحث ويجرب، ولم يكتشف احد مهاراته، ولكن اهتمت امه بتعليمه، فاستمر في الدراسه والبحث، فاصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. بص كده معايا، كان توماس اديسون، ده طبعا كان ده فين؟ في الماضي، لانه خلاص الراجل اتوفى خلاص. تلميذا ذكيا، طبعا تنوين بالفتح وتنوين بالايه؟ بالفتح. ذكيا يعني ايه؟ يعني سريع الفهم، بيفهم بسرعه. تمام؟ يسال ويبحث ويجرب، هو ده المهم من المنهج الجديد، لازم تسال كتير. ده اتعملت كده ليه؟ طب وايه جاب دي مع دي؟ ويبحث عن المعلومات ويجرب. خلاص احنا خدنا حاجه النهارده مثلا، الناس بتتريق سنه 5 موجود فيها في الانجليزي درس ازاي نعمل بسبوسه. انا الناس بتتريق على سنة 5 جاي فيها درس ازاي نعمل البسبوسة. هو الناس مفكرة ان المنهج ده لازم يكون كالكعك كالكعك. فيه ايه الطفل لما يتعلم يعمل بسبوسة وياخد مفردات البسبوسة بالانجلش ويعرف يقول نحط ازاي ونحط المقادير ازاي بالانجلش؟ ايه المعنى ده؟ طب احنا خدنا في سنة 3 ازاي نعمل الكحك. ايه الغريب؟ ما ده ما معروف ان المنهج الجديد واخد جزء من الجزئية دي، ان الطفل يكون مشارك في المطبخ وفي البيت مع مع والدته. انا مش عارف النت باين، متاسف جدا يا جماعه، متاسف جدا. لو عمل كده تاني هضطر افصل وافصل الواي فاي واشغل الباقه، بس ده محتاج مني 2 3 دقايق بس. فلو عمل تاني هطلع من الباس ده والحصه بعد جزئين. تمام؟ يبقى لازم نستفاد من اي حد اي معلومه، اسال دايما كبير اكبر مني اصغر مني، اي حد اقدر استفاد منه بمعلومه بستفاد منه بمعلومه. كان توماس اديسون تلميذا ذكيا، يسال دايما بيسال ويبحث ويبحث عن المعلومات ويجرب. وكمان الحاجات خلصنا من النت، فحد بيرن عليا، ربنا يعدي على خير. ويجرب، لم يكتشف احد مهاراته. كلمه لم دي ده اسمه اسلوب ايه؟ اسلوب نفي. يعني ايه اسلوب نفي؟ اسلوب
اسلوب نفي يعني ايه؟ يعني بينفي ان في حد اكتشف مهاراته، لكن احنا عندنا اسلوبين نفي، احنا ناخدها ان شاء الله قدام، بس ناخد عنها نبذ الوقت. عندنا لم وعندنا لن. لم بتنفي حاجه حصلت في الماضي، لم اذهب الى المدرسه بالامس، ما رحتش امبارح. تمام؟ لم اذاكر دروسي بالامس، ما عملتش الواجب امبارح. لم أذاكر دروسي بالأمس، لم أذهب إلى جدي بالأمس، لم أذهب إلى المدرسة بالأمس، لم أذهب إلى الحج العام الماضي. تمام؟ ده أسلوب نفي في زمن الماضي، حاجة خلصت أنا بنفي إن أنا ما عملتهاش، لكن في المستقبل بقى هيكون لن، وده هناخدها إن شاء الله بعدين. لن أذهب إلى الحج العام الماضي. لن أذهب إلى الحج العام الماضي، مش رايح السنة الجاية الحج. لن أذهب إلى المدرسة غدا، مش رايح بكرة. لن أذهب إلى جدي الأسبوع القادم. يعني كلمة لم ولن اسمها أساليب نفي، هناخدها لسه بالتفصيل. أسلوب نفي يعني إيه؟ بأنفي حاجة أنا ما عملتهاش، لكن لن بتنفي حاجة في الماضي، حاجة خلصت. لكن لن بتنفي حاجة فين؟ بتنفي حاجة في المستقبل. لن بتنفي حاجة في المستقبل، ولم بتنفي حاجة حصلت وانتهت. تمام؟ طيب، لم يكتشف احد مهاراته. مهاراته يعني قدراته، عنده قدرات بس ما فيش حد اكتشفها، ما فيش حد عارف يكتشفها. خلصت. لكن مين بقى اللي اكتشفته؟ اكيد. ها، لم يكتشف احد مهاراته. كلمه مهاراته كلمه جمع، مفردها مهاره، ولكن ها اهتمت امه بتعليمه. زي ما احنا قلنا في القصه، هو مش جايب القصه كامله، امه أو والدته هي اللي اهتمت بتعليمه، عدته في البيت وعلمته. اهتمت أمه، الهاء دي اسمها ضمير متصل. الهاء دي اسمها ضمير متصل، احنا عندنا ضمائر منفصلة زي إيه؟ زي أنا ونحن وهو وهي وأنت وأنت وأنتم. لكن في حاجة اسمها اللي استخرج من الدرس ضمير متصل، أمه. يعني إيه؟ الهاء دي بدل ما يقول لي اهتمت أم توماس أديسون به، لا. بنختصر ده كله في كلمة واحدة، اهتمت أمه. الهاء دي عاجية على مين؟ على توماس إيدسون، الملكية بتاعته أو ضمير إيه؟ بتاعته. بتعليمه برضه، الهاء ضمير متصل. برضه بيقول إيه؟ اهتمت أم توماس إيدسون بتعليم توماس إيدسون. طبعًا لو عملنا كده على طول مش هنخلص بقى، كل شوية هنقول كده مش هينفع. فاستمر، دي اسمها إيه؟ فاء السرعة. وده حرف عطف، وهناخدها إن شاء الله حروف العطف، الواو وثم وفاء. الواو بتفيد الايه؟ المشاركه، ثم تفيد التاخير والموالاه، الفاء تفيد السرعه. فاستمر يعني ما وقفش، دي بتدل على ايه؟ على السرعه. في حرف جر الدراسه، استمر في الدراسه، امه شجعته بقى استمر وايه؟ وبدا يذاكر ويتعب. والبحث، مش بس كده، بدا يتطرق لموضوعات خارجيه، مش بس اكتفى بالدراسه، لا بدا يبحث ويعمل. تلاقي طفل كده وهو صغير يجيب حاجات يفككها، يجيب ورق ويقطع ويعمل حاجه، يجيب حاجات قديمه ويلزقها في بعض، والمنهج الجديد بيقول لك اعمل كده. سنه رابعه في درس كامل بيتكلم عن كده، هو الريسايكلينج، اعاده الاستخدام. طيب، والبحث، فاصبح برضه في السرعه، فاصبح مخترعا. طيب يعني ايه مخترع؟ مخترع ان هو بيعمل حاجه مش موجوده قبل كده. في فرق بين الاختراع والاكتشاف. الاختراع وجاد شيء من العدم. يعني ايه؟ يعني توماس اديسون عمل المصباح وما كانش فيه ولا مصباح ولا حد يعرف حاجه، يعني حاجه جاب صنعها من العدم، جاب ادوات صنعها. لكن اكتشف، مثلا يقول لك اكتشف المهندسون حقل غاز طبيعي او منجم من الذهب، ده معناه ايه؟ ان هو اصلا موجود. هم اكتشفوه ازاي؟ فضلوا يدوروا لما لقوه، المعنى كان هي موجوده اصلا. يبقى الاكتشاف حاجه موجوده مستخبيه عن الناس، فانا لقيتها، ده اسمه اكتشاف. لكن الاختراع حاجه مش موجوده خالص، اخترع الدكتور احمد زويل الفيمتو سكند، الجزء من الثانيه. تمام؟ اخترع ال ايه تاني؟ توماس اديسون المصباح الكهربائي، يعني معناه ان هو جابه من العدم. تمام؟ اكتشاف، لا، اكتشف كريستوفر كولومبس امريكا الشماليه، وهو عمال يلف. كريستوفر كولومبس ده كان رحالة عمال يلف حوالين العالم، وهو بيلف لا أمريكا الشمالية ولا الهنود الحمر، قال هوبا يا ناس الحقوا يا ناس، ده في هنا قارة اسمها أمريكا الشمالية. هل هو اللي عملها؟ لا، ربنا اللي خلقها.
بس هو اكتشفها، يبقى هتحطت في اسمه من الذي اكتشف امريكا الشماليه؟ كريستوفر كولومبس. لكن الاختراع حاجه من العدم، من العدم. حسين السيد اكتشف مثلا حسين السيد مثلا اكتشف الايه؟ العلاج بالذهب، او اخترع العلاج بالايه؟ بالذهب. تاني، فاصبح مخترعا للمصباح. اللام دي اسمها ايه؟ اسمها لام حرف جر. والحرف جر متصل، احنا عندنا حروف الجر جزئين، متصل او منفصل. منفصل من، في، عن، على، الى. طب المتصل الكاف واللام والباء. تمام. جرى الولد مسرعا كالفهد، حرف جر متصل. للعلم فوائد عظيمه، حرف جر متصل. كتبت الدرس بالقلم، الباء حرف جر ايه؟ متصل. فللمصباح حرف جر متصل. خد بالك من حرف الجر المتصل، لانه قدام هناخد لام زي ده بالظبط، لكن لام التعليل، وموجوده في سنه ثانيه ان شاء الله، لام التعليل. تمام. لماذا تذهب الى المدرسه؟ لي اتلقى العلم. لماذا تذاكر دروسك؟ لي اتفوق. لماذا تصلي؟ لارضاء ربي. دي هناخدها قدام ان شاء الله، لكن دلوقتي دي لام حرف جر زايد على الكلمه. الكهربائي. تمام. يبقى تاني، توماس اديسون بسبب تشجيع امه ليه، وبرضه هو تعبه وبحثه وصل للمرحله ديت. في هنا اكتر من حاجه، قلنا توماس اديسون تلميذا ذكيا، هنا تنوين بالفتح، تنوين بالفتح، ذكيا يعني سريع الفهم، فهم، يسال فعل مضارع، يبحث فعل مضارع، يجرب فعل مضارع، لم يكتشف اسلوب نفي في الماضي، لا الاثنين بيجوا وراهم فعل مضارع، يكتشف، لم يكتشف احد. تمام. ده في الماضي خلصت، لكن لو هنفي حاجه في المستقبل بستخدم اسلوب النفي لن. احد مهاراته، الهاء عايده على مين؟ على توماس اديسون. هاء ضمير، هاء ضمير متصل، ولكن اهتمت، تاء التأنيث، امه، هاء حرف، هاء متصل، ضمير متصل، بتعليمه، ضمير متصل، فاء حرف عطف، في حرف جر، الدراسة لام شمسية واسم، والبحث هنا الواو برضه حرف عطف، ليه؟ بيفيد المشاركة، اهتم فاستمر في الاثنين، في الدراسة والبحث، معناه ان هو عمل حاجتين وهو شغال، دخل أبي وأمي. الواو وهنا اسمها واو حرف عطف تفيد المشاركة، أكلت خبزا وجبنا، معناها إن العيش والجبنة دخلوا بقي مع بعض، تفيد المشاركة. تمام. فأصبح مخترعا، مخترعا يعني مبتكر، بقى ابتكر حاجة مش موجودة، بقى ابتكر حاجة من العدم. تمام. للمصباح، أصبح مخترعا للمصباح، اللام هنا حرف جر، الكهربائي. طبعا الدرس هيتكتب مرة و املاء، لازم نتمليه ونحفظ